شيخ أحسن الله إليكم، بعض المباحين يظن أن عند دخول أول ذي الحجة أن على أولاده وأبنائه أن لا يأخذ شيء من أطفاله لأنهم يعني دخلوا من أول يضحى عنهم نعم، والمرأة كذلك. هذا ينبني على الحديث، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. وعلى هذا فإذا ضحى الرجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي. ولأنه لم ينقل أنه كان يقول لأهله: لا تأخذوا من أشعاركم وأظفاركم وأبشاركم. والذي يريد أن يضحي وأخذ شيئا، الذي كيف يعني عليه أضحية، أراد الأضحية ولكن أخذ شيئا من أظفارهم، فهو عاصي للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأضحية الصحيحة، لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشعر. نعم.